أنا هذا اليوم ما أقدر أصوم في رجب، عندي عمل، عندي التزام، مريض، تعبان، أقدر أحصل على ثواب الصيام الصوم بي لو لا؟ أي تقدر، الله يقول خليت لك باب تقدر، يعني تقدر كل شهر رجب تحصل على ثواب الصيام حتى إذا أنت فاطر. شلون؟ تسبيح واحد، تسبيح واحد تقوله 100 مرة بهذا اليوم اللي ما صايم به، 100 مرة ما ياخذ أكثر من 5 دقائق. سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل. هذا التسبيح قوله 100 مرة باليوم اللي ما تقدر تصوم به، الله عز وجل ينطيك ثواب. شنو ثواب الصوم؟ أكثر منها الرحمة. شريد شريد إخوان، أكثر من هذه الأبواب، أبواب الرجوع إلى الله شريد.